ان صوتي مش عادي. سلوما وين ماشي انت؟ وين ماشي انت؟ وين ماشي تصري؟ وين شنو هذا؟ شنو هذا؟ شن فيه؟ شن فيه؟ ما تعطلنيش يا سلومة، الناس تستنى فيها برا. تاي الناس اللي طلعت بتبشرك يستنوا فيك برا. تاي بكيني بتروح. وين ماشي خشو؟ والله انك بتعرف. يلا خشو، فيش حد يفهم الهوش دوبك. شنو هذا؟ شنو تمشي دار ولا شن فيه بالضبط؟ تبلل طلب مالك ومالها. وين ماشي يا وين ماشي يا وين ماشي؟ خيرك مكبش في ربتها. خليها تخدم على راسها يا سيدي، خليها تخدم على راسها. تخدم على راسك؟ تخدم على راسك يا ما تفهمش الموضوع غلط يا راجل. شو غبي والله غبي. تبل ليرة وتبل مرتب وديك يا سالم. انت شو جايبك انا في حوشي؟ شو خشك انت في حوشي؟ انت منين طلعت؟ انت منين طلعت؟ انت شنو هذا؟ شنو؟ انا اللي انتخبني الجماهير. ايه عليك يا لك من انتخبها ولا؟ ما انتخبها. اللي انتخبها الجماهير. هل تبيه ان شاء الله يصير اللي انتخبها الجماهير؟ اقسم بالله لو قشطها برا 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 برا. انت اللي حول هيكي وما تكسر ليش راسي تربح. انت بالليرو نقول لك انا بالليرو. انت يا راجل مراتي بالليرو في عينك. عين بالليرو هذا جايبني في فصلك. مراتي يا راجل مراتي. عارفينها مراتي. يا تبي تكرم اكرم علي اللي جايبك طلع هلك للجماهير. هذه هلي ما يطلعوش للجماهير. غبي انت. لا غبي. والله لا. نقول لي هذه مراتك. من اللي قالك مش مراتك؟ احنا عارفينها مراتك، لكن مراتك بنت نائبة عن الأمة. هذه نائبة عن الأمة. فضي يا فضي يا عبد غمة غمك إن شاء الله. هي نائبة عن الأمة. ما فيش أي نائبة. تخبها الجماهير. تاي جماهير؟ خلي الشعب أنت ما مسيف. أنت واحد فاشل. فاشل. ما فيش حد انتخبك. أعطيني واحد قال نبي سالم. قولها نبي حليمة. تبي هاش اللي أنت نائبة عن الأمة. معليش لو سمحت يا سيدتي النائبة. تفضلي سيدتي. لا حبيبي امشي. حليمة لا. تفضلي يا سيدتي. حليمة. يا حليمة. يا دم العين. يا دم العين. حليمة. يا حليمة. يا حليمة. يا جماهير من انتخبها. كيف صار؟ يا حليمة تعالي يا عم. تعالي. يا يا سعد حليمة. بسم الله ما ضرعي. شوف يا شنو. بسم الله ما ضرعي. بسم الله ما ضرعي. الحمد لله. بسم الله. حلم يا حاجات. حليمة ماشية للشعب تحت الصم. سعد تنطرني في حوشي. الحمد لله يا الحمد لله. الحمد لله. يا مزب بدري مزب فجر. ناشتها. لا لا واعي واعي خلاص. لا تمام. لا اليوم رحت. اليوم هو اليوم هو مباهبة عايزاكم خلاص. لا واطي 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 كنت واطي قاعد بس بس واطي عايزاكم تو خمس دقايق اسخن السيارة. هاي استاذي انا. اوكي اوكي سلام. ما تقوليش الهرشة هي يسلوم على الصبح انت واصحابك في التليفون. قصدي هزبهم اصحابك. مش معقولة هيك الكلام. هو يا مسكينة كانك انت. يا اصحابي جماعتي يبوني في الاعتصام. غادي عندي نعتصم اليوم. عندنا اعتصام مع بعض ان شاء الله. اعتصام شنو؟ والله ما ادري عليه. قالوا لي اعتصام. قلت لهم باهي اعتصام اعتصام. المهم ماشي تو بنزور نعتصم معاه وبقى الله ويقعد الله والموت ما شاء الله. وباهي يا سلمى انت من هم هذوما اللي بيعتصموا معاك؟ الجماعة اللي في الشركة. جماعة الشركة كلهم معتصمين وتو الواحد هكا ناشط وبنعدي ان شاء الله. وين بتعدي سلمى؟ ما تمشيش؟ انت شنو هذيك الترفة مع الصبح هذه؟ لا اله الا الله. بنعدي للاعتصام يا بنت الناس كلك. تو معقولة سلومة رجل حلومة؟ يطلع هيك في سروال توتا للاعتصام. شنو يقولوا علي الناس يا سلومة؟ يقولوا ماهيش منظمة ماهيش مرتبة راجلها. لا مش ما هو
باش ندير باش ندير شن ندير قصدي موديت لك السروال القماش الاكحل ومع السوريه الوردي محددتهم لك من امس سوريه وردي ما لبسش الوردي ما شنو عليه رجل حليمة لبس وردي كيف شو لها كل وردي لابس شو لا 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 ما قدرش ما قدرش لبس كلمة صروا لا القماش اوكي راضي بي لكن خلينا نلبس سوريا واحدة اخرى عندي واحدة اخرى اسمح باهي مش مشكلة سلوم ما تمشيش انا خاف عليك من الشمس يا سلوم خذ الطاقية معك مسكينة شو يخرى تقولي لي خذ معاك النظارة بتاع البحر عشان عيونك صح حتى عيونك خاف عليهم من الشمس يا سلومة خذ النظارة تمشي فيهم الساعة كم توخ باه خلاص تولنا لابس الطاقية ولا الشخشير والنظارة شخشير شيرو صح كده ضرار شيء كثير 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 عندي واحد يكلم فيه كثير يدورني ما كثير 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 يا سلومة كثير شو بنقول للصبايا يعني ما عنديش ما نحكي لهم كثير 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 سلومة صبي للاعتصام يا سلومة مالك ومالها عشان قربك لها قول لي مش من هوايتك شن جايبك في العشية يا لك انك انت في الصبح مش عاجبك في العشية مش عاجبك في القيلة مش عاجبك كسيت قد يجي كسد معاك وندرس معاك وانت نشوف تفوت فيه علي نيك ساد يا ابو صاحة يلعن جدك ساد وخلاص تقدم انت 24 ساعة تخدم يا رجل تقول بالريموت تبدين تروح وتعب ومقالب اقسم بالله تو نكلم بريكة بالتليفون وتعالي دونك سعادي تريض في شارع البط ونهارت صودرة تضحك من الجني يا رجل قاعد تراجل توا قوي قدامها رازل وغصب عنك ماشي الحال وبعدين تدويني لشارع البط ما عادش عهدك بيه قبل توا لا بط ولا وز لا بنوي تتمرن ولا شباب في حتى الشارع عيال رك عيال ما فيش حتى عيال دير ريح تضرب في الخلاء غادي وخلاص تم شارع بط يا بط والله بعد تفهم بريك الكلام هذا وتستوعب انه معاش فيه شارع بط يحلها ربي تربح سالم اخوي بالله عليك يا سلومة اطلق عمك بجردة خليني مرتاح عمك قبيلتك جدك جردة ما جردة هالي ما جيش شرم بصر انا وياك اوكي خطيها نو اوكي استاذ اوكي استاذ اي وريحه يعني توا قد تقول الغير علينا وبعدين برد لك المقال بدرت لي كله اقسم بالله زرقت علي زرقة اليوم درت لي نهار اسود اليوم في الفجر فجر اليوم نعم قسما بالله ما تلاقينا الفجر والله وين تلاقيت انا وياك الفجر كيف وين في الحلم خلعتني والله درت لي نهار صبح اسود اليوم يا والله قوست وخلاص قول لي غشم فيه بالضبط الموضوع شنو والله عاد مشيت الاعتصام لقيتك الساد قلت اجي نهدرس معاك كم اعتصام يا رجل اعتصام في الشركة اعتصام غادي عندكم علاش شنو السبب شنو فيه جماعة السواقين يبوا كروت بنزين كروت وجماعة المكاتب مكيفات خربات بغيرون اللي كيف حالتنا نبوا غير المدير والمدير عنز ما بيش يسلم وكان سلم السيارة ما يسلمش المكتب وكان سلم المكتب ما يسلمش اللابتوب وغيرنا بواحد آخر يا راجل قصة قسم بالله وجيش قل التسليم والاستلام هذا اللي ندوخنا وكل مجبت خلفي كل 79 كل مقدم من غير واحد جديد ما عادش حصلنا يا ودي فوتهم بالله عليك فوتهم باهي ولا لا تعال كسد مع اخويا بين 24 ساعة ومالك ومال واحد ونص تعرف يا سلومة قسما بالله العلي العظيم لو كان جماعتي انا يديروا اعتصام الا ما نقضهم ونخش نخدم على راسي انا الحاي الماهر هذا ما يعجبنيش كيف والله في جولة اعتصام قسم بالله والله حق والله موعد تراكيد والله في مكارين صدقني وفي شويها سبحة على الحطب غالي وفريات يا راجل والله يا فريات الاعتصام عرفت محمود
بتاع بيم كيف الكحلي هذه عارفها؟ نظر الكحلي بيم بيم محمود بيم اكس ام ار اش باحة وقتي برضك برضك والعة غادي في الاعتصام اقسم بالله جوع والله وقاعد نقعمس تو انت وكسات عيب بس نوم يا راجل عيب وانا بنقول لك كلمتين خفيفه طريفات لازم جماعتك محتاجين لك اكيد يبوك في الوقت الحالي يا سلوم ضروري قسما بالله لا ضروري ولازم توقف معاهم يا رجل هذا راهو اعتصام وبعدين المفروض اخيك توا عنده كم شبطاطين في الكوفن من التالي ها شو رايك نمشي ونديروا بيه مفارق غادي في الاعتصام وراس اخي انا نجيب لك من بطانيه خلدك معها باش على الاقل نمشي ونديروا راينا غادي في الاعتصام ان شاء الله نبدلها حتى بعنز مالطيه كيف صار بطين الله يكرمك خلاص ارجع يا راخوتي معاك هاي صوتي مش عادي